أكدت عائلة السلطي في مملكة البحرين ولاءها المطلق وتأييدها لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وتعرب العائلة عن استنكارها للتدخلات القطرية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وما بثته قناة الجزيرة القطرية من أكاذيب وافتراءات ضد المملكة. ترفع العائلة راية التأييد لقيادة جلالة الملك المفدى ولكل ما تتخذه البحرين من إجراءات ردا على المحاولات المغرضة التي تتبناها قطر.